أهلا بكم يا أصدقائي في حلقة جديدة من الكتاب المقدس الأصلي. لا تنسوا أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس كي يصل لكم كل جديد، ولا تنسوا ضغط زر الإعجاب وأنتظر تعليقاتكم. يدرك الجميع أنه إذا كان بإمكان شخص أو كتاب التنبؤ بدقة بالمستقبل ويكون صحيحا في كل مرة، ليس 50 وليس 75 ولكن 100% من الوقت، عندها يجب أن يحصل ذلك الشخص أو هذا الكتاب على مساعدة إلهية. هذا فوق طاقة البشر ولا يستطيع البشر فعل ذلك. هل يوجد كتاب يتنبأ بالمستقبل بدقة ويحقق بنسبة 100% من الوقت؟ نعم، هناك كتاب ويطلق عليها الكتاب المقدس، ويحتوي على عشرات النبوات المذهلة التي تثبت أنه من عند الله. دعونا نلقي نظرة سريعة على بعض من هذه النبوات. نبوءة سقوط مدينة صور في عام 597 قبل الميلاد، تنبأ النبي حزقيا على دمار مدينة صور. في ذلك الوقت كانت المدينة واحدة من أغنى المدن وأكثرها أمانا في العالم بأسرى. كان لها جدران ضخمة كما كان بها مدينة جزيرية. إذا تعرضوا للهجوم يمكنهم الخروج إلى تلك المدينة الجزيرية. مع ذلك تنبأ حزقيال بعدة أشياء ستحدث لمدينة صور. قال أن الملك البابلي نبوخذ نصر سيصعد على المدينة وستهدم أسوار المدينة. تنبأ بأن العديد من الدول ستواجه المدينة، وتنبأ بإلقاء أحجارها وأخشابها وترابها في البحر. كيف يمكن إلقاء الأخشاب وتراب مدينة ضخمة مثل صور في البحر؟ عندما ننظر إلى التاريخ يقدم التاريخ العلماني الجواب على ذلك. صعد نبوخذ نصر ملك بابل على مدينة صور لقد فعل بالضبط ما تنبأ به حزقيال، لكنه لم يتوقف عند هذا الحد، لأنه بعد أن بنى حصار على صور فخرج سكان من المدينة إلى الجزيرة ولم يستطع مهاجمتهم. وبعد هذا في حوالي 330 قبل الميلاد هاجم رجل اسمه الإسكندر الأكبر مدينة صور، وفعل السكان نفس الشيء، ذهبوا إلى تلك الجزيرة للاحتماء من الهجوم على المدينة. لكن الإسكندر الأكبر لم يكن سعيدا بالانتصار البسيط على المدينة، ومن ثم أخذ الحجارة والأخشاب وتربها وألقوا بهم في البحر وشقوا طريقا إلى الجزيرة. كيف استطاع حزقيال أن يتطلع إلى المستقبل إلى أكثر من 250 سنة وتوقع ماذا كان سيحدث؟ الإجابة هي المساعدة الإلهية. نبوءة أخرى عن سقوط بابل العظيمة. كانت بابل من أغنى مدن العالم من بين 740 إلى 680 قبل الميلاد. كان لها جدران يبلغ سمكها 75 قدما، كان ارتفاعها 300 قدم، وكانت محاطة بنهر الفرات. ومع ذلك فإن الأنبياء في الكتاب المقدس مثل أرميا تنبأوا بسقوط المدينة، وفي أرميا 51 سجل أرميا أن الله أعلن: هأنذا أخاصم خصومتك وأنتقم نقمتك وأنشف بحرها وأجفف ينبوعها، كون بابل كومة ومأوى بنات آوي ودهشة وصفير بلا ساكن، يزمجرون معا كالأشبال ويزأرون كجراء أسود. وتنبأ النبي بأن قحطا سيأتي على مياهها فيجوف لأن الأرض أرض منحوتة. وأيضا النبي وعد أن الرب تكلم: سأعد وليمة وسأجعلهم في حالة سكر حتى يفرحوا ويناموا سباتا دائما. ومن المثير للاهتمام الآن أن التاريخ العلماني يؤكد صحة هذه النبوة، يظهر لنا أن نهر الفرات ذهب تحت مدينة بابل. ومع ذلك فإن كورش ملك ماديا وفارس أعاد توجيه النهر وأدخلها وصار بجيشه تحت سور بابل، وكان البابليون في حالة سكر عندما حدث ذلك. جفف الله مياه بابل فسكروا وناموا سباتا دائما. كل هذه الأشياء التي رأيناها سويا تبرهن أن الأماكن والأشخاص والأحداث التي ذكرها الكتاب المقدس حصلت بالفعل. إن كنت تريد معرفة المزيد اشترك في القناة وفعل الجرس ليصل لك كل جديد، ولا تنسوا ضغط زر الإعجاب وانتظر تعليقاتك.